السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله راح ندير لا ريكومبينيزون جينيتيك ولا لا ريكومبينيزون. واش هي لا ريكومبينيزون؟ بمعنى الكلمة لو كان تروح ديروا لها تراديكسيون تلقاوها اعادة تركيب، يعني عندي حاجة وراح نعاود نركبها. هذه هي لا ريكومبينيزون جينيتيكمون. ولا لما نروحوا للمستوى الجزيئي، لما ندخل لاديان، سي تان فينومين دي شونج دانفورماسيون، صرا عمليه تبادل في المعلومات. اي شونج دانفورماسيون اونتر، هذا التبادل ربما يكون بين اونتر دو جينوم، التبادل هذا ربما يكون اونتر دو جينوم. هنا هذا دو جينوم، هذا جينوم وهذا جينوم. لو كان صرا بيناتهم ريكومبينيزون ربما راح يتبادلوا لي دو، يعني هذه القطعه هذه القطعه راح تروح هنا وهذه راح تجي هنا، ديجونج تبادل، هذا احتمال. ولا اونتر دو كروموزوم، يعني عندي كروموزوم راح بارتي هذا الكروموزوم، هذه الخاص الظاهره اللي يعرفوها الاغلبيه، راح يروح هذا ربما هذا الجزء هنا، هذا ينتقل هذا لهنا وهذا ينتقل لهنا، صرا ايشونج، هذه اسمها ريكومبينيزون انتر دو كروموزوم. ايضا ربما تكون ايشونج دي فراغمون داديان، يعني يكون تبادل تاع جزيئات اديان، مش جينوم ولا كروموزوم فقط، جزيئات اديان يعني بحالها يعني تتبادل مع جزيئة أخرى. هذو الحالات اللي ممكن ينصراو هي دي شانج دانفورماسيون. لي شانج هذا ربما يكون انتر دو جينوم دو كروموزوم ولا دانفورماسيون ولا دانفراغمون داديان. في واش تساعدنا هذه ريكومبينيزون؟ على واش تساعد؟ سي تان بروسيسيس ديفوليسيون، وسيلة من وسائل تطور الجينات. بروسيسيس ديفوليسيون ريكومبينيزون تختلف من الزوكاريوت للبروكاريوت. الزوكاريوت عندها وقت ومكان وطريقه تصرا بها، لي بروكاريوت عندها طريقه ومكان تصرا بها. نبداو عند لي بروكاريوت. لي بروكاريوت هما كاذبات النواة او غير حقيقيات النواة، يعني ما عندهمش نواة. عند لي بروكاريوت كاين 3 بروسيسيس جينيرال، ما تتغيرش، هي التروا بروسيسيس هادو تشفاو عليهم وتحفظوهم لانه دائما ما حيصات فوقكم عند البروكاريوت. اول وحده هي كونجيغيزون، ثاني وحده هي ترانسفورماسيون، ثالث وحده هي ترانسديكسيون. عند البروكاريوت هادو هما الثلاث وسائل اللي خلو العملية ولا لا فينومين تاع ريكومبينيزون تصرا، وهذا الشرح تاع كل واحدة راح يكون في فيديو لوحده. او كاين فرق جوهري بين كل وحدة والاخرى. عند لي زوكاريوت وين راح تصرا لا ريكومبينيزون؟ تصرا في الريبروديكسيون سيكسي، هذا الاحتمال الاول. تصرا في عملية لاميوز ولا تصرا في غونداسيون. هادو ثلاث المراحل ولا ثلاث ظواهر قادرة تصرا فيهم ريكومبينيزون عند اللي حقيقية النواة. نشوفو لي فيروس الا تصرا عندهم لي فيروس ولا ما تصراش. لي فيروس قادرة تصرا عندهم عملية ريكومبينيزون او تبادل، لكن اونتر دو فيروس تصرا اونتر دو فيروس، يكون عندنا فيروسين تصرا بيناتهم عملية التبادل ويخلق لنا فيروس جديد، واحد جديد تماما. عند لي فيروس الريكومبينيزون راه يصرا اونتر دو فيروس والناتج هو انه ينتج لنا فيروس جديد فيروس نوفيل، يعني واحد جديد. وين يتم هذا التبادل؟ دون ذا سيليل اوت،
يعني تبادل تاع الفيروسات راح يكون داخل الخلية المضيفة. أكيد نعرفوا كما نعرف الفيروسات عملها يتم لما تدخل الخلية المضيفة، ما كانش الفيروس يخدم هكذا كما البكتيريا يعني لوحده قادر انه ينتج وهكذا. الفيروس عاجز عن العمل لوحده، يحتاج دائما خلية مضيفة اللي هي سيليل اوت. هنا هذه العملية ولا هذه الظاهرة راح تحتاج باجاج كبير اللي هما ليزونزيم. مثال عليهم، مثال على هذو ليزونزيم هو ليزونزيم دو ريستريكسيون. ضروري يكون كاين ليزونزيم دو ريستريكسيون باش كل جينوم ولا كل كروموزوم، كل بارتي داديان، كل يعني فيروس اي حاجة يتعرف على مكانها الخاص. ليزونزيم دو ريستريكسيون عندهم دور كبير في لا ريكومبينيزون.